نبتدي بقى المحاضرة بتاعتنا. انا بقول نعمل بلاش بس محاضرة شكل خالص. السكرين كمان، بلاش محاضرة خالص. لا يا دكتور اتفضل. طيب ماشي يا سيدي، كتر خير. لا احنا مش عايزين دي، دي لسه دي. معلش لا مش هي دي. عايزين المحاضرة اللي قبل دي. ايوه دي كانت بنت قدام كده يا شباب، محاضرة رقم 9. تمام يا دكتور. احنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على موضوع السبيد كنترول بتاع الاندكشن موتور، وقلنا ان في مجموعة من الطرق. اول حاجة كانت يا اما من ناحية الستيتور يا اما من ناحية الروتر. اتكلمنا من ناحية الستيتور، عندما عندنا ثلاث طرق: التحكم في عدد الاقطاب، والستيتور فولتج كنترول، والسبلاي فريكوانسي كنترول. وقلنا ان اللي يهمنا دول، اللي يهمنا في الطرق دي، الطرق اللي انا بستخدم فيها باور الكترونيك سيركت او فيها ما يشبه الدرايف. فاتكلمنا على الستيت اوف فولتج كنترول، والمفروض ان النهارده هنتكلم على السبلاي فريكوانسي كنترول. وكان في مجموعه طرق من ناحيه الروتر، زي الروتر ريزيستنس كنترول، وروتر انجكتد فولتج سليب او سليب انرجي ريكفري، وفي الكاسكيد كنترول ميثود. الطريقتين الاولى والثانيه دول فيهم برضه نوع من انواع الباور الكترونيك او الدرايف. فالمفروض احنا معنيين في جزء الاندكشن درايف او الاي سي موتور درايف بالستيت اوف فولتج كنترول والسبلاي فريكوانسي كنترول وروتر ريزيستنس كنترول والسبلاي انرجي ريكفر. احنا هنتكلم النهارده على السبلاي فريكوانسي كنترول، معناها ان احنا هنبدا نتحكم في قيمه الفريكوانسي بتاع السبلاي اللي داخل على الموتور. اول ما جينا نتكلم في الاول هنلاقي ان الديزاين الموتور بيبقى عليه نيم بليت مكتوب عليها الفولتج ريتد. ايه معنى الفولتج ريتد بتاع الموتور دي؟ لو تفتكروا اي كيرف او اي موتور له بي اتش كيرف، ولو في منطقه اسمها منطقه الركبه. منطقه الركبه دي المفروض في التلت الوسطاني منها بيتحدد قيمه الفي ريتد. ليه؟ لان دي اللي بتديني فلكس، لا هو ساتوريتد ولا هو لينير. يعني انت ده يا دوبك بدات ايه تملى الحديد بالايه، بالفلكس اللي هو ريتد. لا انت عايز تزوده عشان ما يبقاش ساتوريشن، ولا انت عايز تقلله عشان يبقى الحديد ما فيش فيه فلكس. فعلشان كده عند ريتد فولتج بيبقى ريتد فريكوانسي. طيب ايه قصتك بقى هنا؟ قصتك ان انت علشان تمينيمايز اللوسز وتافويد الساتوريشن، انك بتشغل الماشين عند الريتد اير جاف فلكس. طب انت عشان تشغل الماشين عند الريتد اير جاف فلكس، عندك معادله الانديوز دي ام اف اللي هي الاي اللي احنا كنا مسمينها في المحاضره اللي فاتت في ام، اللي هي كانت على الاكس. الفي ام ده الفولتج اللي على الار سي والاكس ام، كنا مسمينه في ام، اللي هو تقريبا الفي اس لو احنا اهملنا الستيت اوف بارامتر بيساوي 4.44 فريكوانسي في الفاي في الكي في الان. الفاي ده اللي هو الفلكس، الكي ده حاجه اسمها الوايندنج فاكتور اللي هو حاصل ضرب البيتش فاكتور والكوردنج فاكتور، والان دي اللي هي عدد اللفات التيرنز، والفريكوانسي اللي هو التردد بتاع السبلاي. من المعادله دي نقدر نقول ان الفاي بتتناسب مع الفي على الاف. فانت عشان تضمن ان الماشين تشتغل عند الفاي ريتد، لازم الفولت يبقى ريتد والتردد يبقى ريتد. طيب الفاي ريتد ليه؟ علشان تتجنب الدخول في الساتوريشن، وتتجنب زياده التيارات، وتتجنب زياده اللوسز وزياده الهيتنج. طيب احنا بنتكلم في الطريقه بتاعتنا ان احنا هنعمل فريكوانسي كنترول، يعني الاف هنلعب فيها. هنتكلم على فاكتور اسمه كي، وليكن البريونت فريكوانسي اللي هو بيساوي الاوبريتنج فريكوانسي على الاف ريتد. يعني مثلا انت شغال على الريتد بتاعك 50، انت شغال على 30، يبقى 30 على 50 يساوي 6 من 10، يبقى اذا البير يونت فريكوانسي بتاعتك 6 من 10. لو احنا لعبنا في التردد او غيرنا فيه، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هتتاثر الاوميجا اس اللي هي السنكرونس سبيد، لان هي بتساوي 4 باي اف على بي، فهيبقى قيمتها كي 4 باي اف ريتد على بي، يعني كي في الاوميجا اس. يعني اي اوميجا اس عندك هتبقى هتتغير بمقدار الكي. تاني فاكتور هيتغير هو الاس ماكسيم، او الاس اللي بيحدث عندها ماكسيمم تورك
لان الكي هتبان قبال الاكس لان الاكس فيها فريكوانسي، فهنا اكس سكوير فيبان كي سكوير. ثالث حاجه هتتاثر التيارات لان التيارات هيبان الكي قدام الاكس. رابع حاجه هتتاثر العزوم لان العزوم فيها الاوميجا اس اللي هتتاثر بكي وفيها الاكس سكوير اللي هتتاثر بكي سكوير. فكل الحاجات دي هتتاثر بالايه؟ بقيمه الفريكوانسي اللي هتتغير. طيب اول نوع من التغيير ان احنا هنكبر الكي، بمعنى ان احنا هنعلى بالتردد. يعني التردد لو 50 هنخليه مثلا 60 70. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه الفاي بتساوي في على اف، الكي هتبان تحت، فبالتالي لما الكي تزيد يبقى الفاي هتقل. يبقى انت كده لما بتزود التردد فانت بتلعب في منطقه اسمها الفلاكس ويكنينج، اللي هي منطقه اضعاف المجال. ده هيصاحبه ايه؟ هيصاحبه الزياده في السينكرونس سبيد، هيلاحظ هيصاحبه ان الماكسيمم اس هتقل. خلي بالك ان انت هنا عمال التردد عمال يزيد. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاوميجا اس زادت، يعني بدل ما هي هنا بقت هنا. طب الاس ماكسيمم، خلي بالك ان الاكس ده زيرو سبيد لكن واحد سليب، فبالتالي لو الاوميجا بتزيد او الاوميجا اس بتزيد يبقى اكيد الاس مالها بتقل. وهتلاحظ ان الموتور كارنت ديكريس، وهتلاحظ ان الموتور تورك ديكريس، لكن المنطقه دي بتتميز ان لما التورك بيقل السرعه بتزيد يظل الباور ثابت. فالمنطقه دي احنا بنسميها الكونستانت باور اوبريشن. يبقى سعادتك لو عايز تزود التردد هتلاحظ ان الاوميجا اس هتزيد، وهتلاحظ ان العزوم هتقل، والمنطقه دي هتبقى اسمها فلكس ويكنينج، والباور هتبقى ثابته. طيب لو رحنا نقلل التردد يعني الكي هتبقى اقل من الواحد، ايه اللي هيحصل؟ قالك هتظل مشكله ان انت لو قللت التردد هيحصل ساتوريشن للفلكس. ليه؟ لان الفلكس هيزيد، فانت عايز افويد ساتوريشن. الى جانب انك لو قللت التردد المقام ده هيقل، فالتيارات هتزيد فاللوسز هتزيد. قالك المشكله دي انت ممكن تتغلب عليها انك زي ما تقلل التردد تقلل الجهد، وهذا ما يطلق عليه كونستانت فولتج بير هيرتز ميس او في على اف مثلا. انك زي ما بتقلل التردد بكي هتقلل الجهد بكي. ليه؟ عشان تحافظ على الفاي ريتد، عشان تحافظ على التيارات تقريبا تبقى ثابته، وبالتالي اللوسز تبقى ثابته، يبقى ما عندكش مشكله. بل على العكس، ده لما الاف تقل الاير نوسز هتقل، فبالتالي اللوسز عموما هتقل. طب ايه اللي هيحصل في المنطقه دي؟ المنطقه دي كمانك بتقلل الفي والاف بنفس النسبه، فبيحصل كونستانت فلكس اوبريشن، السنكرونس سبيد بتقل، الماكسيمم سليب بيزيد، التيار بيظل ثابت، الكونستانت تورك اوبريشن بتحدث، ولكن الموتور باور انكريس. يعني بتلاحظ ايه؟ بتلاحظ ان شكل الايه الكيرف بيبقى عامل كده، ان التورك تقريبا ثابت، الماكسيمم تورك ثابت، لكن المنطقه دي بتتميز ان هي كونستانت تورك اوبريشن لكن الباور فيها ايه بتزيد. طيب لاحظوا ملاحظه غريبه جدا، ان انت كل ما هتقلل الجهد كل ما تقلل التردد هتقلل الجهد. هتلاقي نفسك في المنطقه الاولانيه دي لا الترددات عماله تقل، فانت بتقلل الجهود قوي. فتقليلك للجهود قوي بيعمل لك مشكله في اللو فريكوانسي. ليه؟ لان المفروض الجهد اللي داخل في جزء منه بيضيع على هيئه فولتج دروب في ار 1 واكس 1 قبل ما يوصل للانديوز دي ام اف او الايه الفي ام. فانت لو انت مقلل الجهد قوي نتيجه ان التردد قليل قوي المشين ممكن ما تقومش معاك. فنتيجه لذلك هو صحيح انت بتحافظ في على اف ثابته، لكن في اللو فريكوانسي بتزيد شويه، بتزود قيمه الجهد عن التردد. يعني شوف التردد المفروض يبقى كده، فالمفروض الجهد يبقى كده، لكن انت هتعلى وتعمل ما يسمى بالبوستنج. ليه؟ عشان تتغلب على الفولتج دروب اللي بيحدث في الستيت اوف بارامتر. فعشان كده المنطقه بتاع الفي على اف كونستانت فعليا ما بتبقاش بالشكل ده. بقى في على اف خط لينير كده لا، بيبقى في حاجه اسمها اوفست كده بسيط وتمشي بعد كده منه. طب ليه الحته دي؟ علشان الماشين تقدر تشتغل في اللو فريكوانسي. طيب يبقى انت هنا من كلامك ان احنا هنقدر نقسم الماشين لتو اوبريتنج ريجون. الاوبريتنج ريجون الاولاني هي منطقه الفي على اف كونستانت، ودي اقل من الريتد سبيد، وفيها بيبقى كونستانت تورك اوبريشن والباور بتزيد فيها. المنطقه الثانيه اللي هي اباف ريتد سبيد، ودي منطقه بيكون كونستانت باور اريا وفيها التورك بيقل وبيبقى الشكل اللي قدامنا زي ما احنا شايفينه. وبالتالي بدانا نرسم كيرف للتورك في المنطقه دي ثابت وبعد كده بيقل، كيرف الفولتج ماشي لينير وبعد كده بيثبت،
كيرف الستيتو كارنت، كيرف الفلكس، كيرف الاس، هي المنطقه او الكيرف ده بيماثل نفس الكيرف اللي رسمناه في الدي سي قبل كده. طيب ازاي احقق تغيير التردد؟ احقق تغيير التردد ان انا اوصل على المطور فاريبل فريكوانسي سبلاي. طب الفاريبل فريكوانسي سبلاي له سكتين، يا اما يجي من اي سي اي سي كونفرتر اللي هو الفريكوانسي كونفرتر، او يجي من دي سي اي سي كونفرتر اللي هو الانفرتر. الاي سي اي سي كونفرتر ده في نوعين شهيرين فيه، اللي هو السايكلو كونفرتر والماتريكس كونفرتر، وان كان السايكلو اكثر شهره. والدي سي اي سي كونفرتر ده بيبقى نوعين من الانفرتر، يا اما فولت سورس انفرتر يا اما كارنت سورس انفرتر. وعموما كل الانواع دي يطلق عليها فريكوانسي كونفرتر. يعني لو قلت لفظك فريكوانسي كونفرتر قد اعني سايكل كونفرتر وقد اعني فولت سورس انفرتر او كارنت سورس انفرتر. لو جينا على النوع الاولاني اللي هو الاي سي اي سي كونفرتر، فكرته قايمه على ايه؟ فكرته قايمه ان هو ديول كونفرتر، يعني هو مدخل هنا ديول وديول بس، بيشغل في فتره لو انت عايز تخلي التردد بتاعك اف، يعني البريودك تايم بتاعك تي كابيتال، بيشغل لفتره تي على 2 الكونفرتر ده فيطلعه بالشكل ده، وشغل لفتره تي على 2 الثانيه الكونفرتر الثاني اللي هو بالنيجاتيف فيبان بالشكل ده، فيبقى ده شكله موجب وده شكله سالب. لا ده بيعمل كمان لعبه انه ما بيطلعش الويفة بالشكل ده، ده بيطلعها متدرجه، مره كبيره مره صغيره، مره تبدا بدري مره تبدا متاخر، بحيث الشكل نفسه ياخد شكل ساين ويف. يبقى انت قدرت توصل كساين ويف كماجنيتيود، والتردد انت بتحدده اللي هي فتره التشغيل تي على 2 وتي على 2، فبالتالي انت بتقدر تحصل على في متغيره وعلى اف متغيره. نفس الاسلوب في السويتشات اللي موجوده هنا في الماتريكس كونفرتر، وان كان السايكلو اكثر شهره واكثر استخداما، وده اللي ممكن تقابله خاصه في مصانع الحديد ومصانع الاسمنت، مصانع كبيره جدا يعني. طيب الدي سي اي سي كونفرتر هو الانفرتر العادي بقى بتاعنا. فالانفرتر عباره عن نوعين، يا اما فولت سورس انفرتر يا اما كارنت سورس انفرتر. اللي يعنيني انك تفهم ان الفرق بينهم ان الفولت سورس انفرتر بيديني دايما فولتج، وعاده بيكون على شكل سكوير وانا بعمل له طريقه عشان احسنه، وان التيار اللي بيبقى خارج بيبقى معتمد على اللود. اما في الكارنت سورس انفرتر لا، بيبقى اللي خارج كارنت والفولت بيعتمد على اللود، العكس يعني. يعني هنا ده معني بانه يطلع لك جهد، وده معني بانه يطلع لك كارنت. ده عاده بيحط مكثف عشان يثبت الجهد، ده بيحط كارنت، بيحط كويل عشان يعمل سموثنج للكارنت. طيب الفولت سورس انفرتر نفسه عباره عن نوعين، يا اما يتغذى من جهد من ريكتيفاير، فبالتالي وانت حاطط له مكثف عشان يبقى الجهد طالع ثابت، فبالتالي بنسميه فيكسد، بنسميه انفرتر بس ويز فيكسد دي سي لينك، على اساس ان الدي سي لينك ده الدخل بتاعه، فدي سي لينك فيكسد. فيكسد ليه؟ لان هي واخده من بريدج، فالبريدج هيطلع لك دي سي ثابت. يبقى انت حولت الانفرتر من دي سي اي سي كونفرتر لاي سي دي سي دي سي اي سي، لانك انت في المصنع مش هيبقى عندك دي سي، هيبقى عندك اي سي. فالنوع ده هو اقل شهره في الاستخدام، مشكلته انك بتتحكم في الضيق في الجهد بتاعك والتردد عن طريق الايه الانفرتر بس، وبالتالي انت بتقدر تتحكم في قيمه التردد اللي خارج، لكن الجهد اللي داخل لك بيعتمد على الريكتيفاير، والريكتيفاير مطلع لك جهد ثابت، فانت ما بتقدرش تعمل حاجه. فهو بدا يتغلب على المشكله دي بايه؟ بانه يستخدم فولت السورس انفرتر بس ويز فاريبل دي سي لينك، بدل ما يحط دايت ريكتيفاير حط كنترول ريكتيفاير، بحيث هنا يتحكم في قيمه الجهد وهنا يتحكم في قيمه التردد، فبراحتك بقى طلع جهد وتردد زي ما انت عايز. اما جاي يشتغل لقى ان الدايره اللي بتطلع له سكوير، فقال لك طب عايزين نحسنها، فبدا يقطعها بالشكل ده، بدل ما تطلع سكوير بدا يديها شكل ما يقارب الساين ويف، لكن ما زالت تحتوي على كثير من الهرمون. طيب لو حبينا نتكلم على الدي سي اي سي كونفرتر اللي هو الانفرتر، هو نوعين، سنجل فيز وثري فيز. السنجل فيز هاف بريدج وفول بريدج. الثري فيز عباره عن 180 كوندكشن بيريود و120 كوندكشن بيريود، هنفهم الفرق بينهم، بس طبعا ما فيش فيه الا فول بريدج. طب السنجل فيز هاف ويف عباره عن ايه؟ عباره عن سورسز دي سي وعندك 2 ترانزستور. بتيجي في البري في الـ في, الـ في الهاب بيريود الاولانيه بتشغل السيرستور او بتشغل الترانزستور اللي فوق، فاتجاه التيار والجهد بيبقى بالشكل ده. بتيجي تطفي الترانزستور الاولاني وتشغل الترانزستور الثاني بالبولاريتي المختلفه، فالجهد يختلف،
فبالتالي الهاف سايكل بيبقى في اتجاه والهاف سايكل التانية في اتجاه فيطلع لك شكل سكوير بالشكل ده. طيب بدأ يحسن شوية قال لك طب ما بدأ ما تستخدم 2 ترانزستور تستخدم 4 فبقى اسمها الفول بريدج. بقى يستخدم في الهاف سايكل 2 سيرستور او 2 ترانزستور بالشكل ده والهاف سايكل التانية يستخدم 2 ترانزستور التانية. فبدأ يدي نفس السكوير ويف بس بضعف الجهد. بدل ما كان بيدي V مثلا هنا بقى بيدي 2 V. طبعا دي مش مستخدمة في التطبيقات العملية. اللي مستخدمة هي الفول بريدج الثري فيز. انه بيحط 6 ترانزستور او 6 سيرستور وبيحط الدايود ده علشان يسمح بمسار في حالة الايه التفريغ. يعني ما يكون ال لود يبقى فيه شحن فبيدي الدايود ده للتفريغ. بتبقى التوصيلة بالشكل ده. فكرة 180 كوندكشن و 120 كوندكشن دي لها علاقة بالبلس جيت سيجنال. انت هتدخل سيجنال على الترانزستور واحد او على السيرستور واحد مدتها قد ايه؟ يا اما مدتها 180 يا اما مدتها 120. ده له مزايا وده له مزايا بس الاثنين بيديني نفس النتيجة في الاخر. هتشغل الترانزستور ده 120 وبعديه ب 60 درجة هتشغل الترانزستور الثاني 120 وبعديه ب 60 درجة الترانزستور الثاني. السيكونس ده طبعا خلي بالك ان كل ترانزستور من دول مودي ده للرايح وده للراجع مودي على فازة. ده للرايح وده للراجع مودي على فازة. ده للرايح وده للراجع مودي على فازة. اسلوب التغذية بالسيكونس ده هيؤدي ان الثلاث فازات دول هيبقوا احد السيركت اللي قدامنا ده. يا اما يبقوا فازتين على التوازي وفازة سيركس. بس الفازتين على التوازي دول هيختلفوا. ممكن تبقى مرة R و B و Y يعني A B C مثلا. المرة اللي بعدها تلاقي لا ده Y و R و B. المرة اللي بعدها B و Y و R. يعني كل مرة ياخد فازتين يعملهم مع بعض بغل ويخرج من الفازة التالتة. هيعمل الكلام ده ثلاث مرات ويجي في الناحية التانية بدل ما كان ده موجب وده سالب يبقى سالب وموجب يعكس الإشارة. ده بيؤدي لإيه؟ بيؤدي ان الجهد اللي داخل كدي سي مرة بيبقى في على 3 ومرة بيبقى 2 في على 3. طب السيكونس بتاع ده يؤدي لإيه في الآخر؟ بدون دخول في التفاصيل هيؤدي ان الجهد على الفازة هيبقى عامل بالشكل ده. يبقى عامل زي ما يكون جهد ستيب بس واخد قريب من الساين شوية. ده الفازة الأولانية ده الفازة التانية ده الفازة التالتة. طبعا ده فيز فولتج. لو حبيت تجيب اللاين فولتج هتطرح الاي من البي فيطلع اللاين فولتج بالشكل اللي قدامنا ده اللي هو شكل قيمة ويفصل شوية وبعدين يشتغل. الشكل ده بيؤدي لوجود هرمونك برضه. يعني بيبقى الشكل برضه سيء مش كويس. فيعالجوا بايه؟ يعالجوا ما يطلق عليه بالبلس ويتس ميديوليشن. ايه البلس ويتس ميديوليشن؟ بدل ما تبقى هي سكوير بالشكل ده يبدأ يعمل ما يسمى الاون اوف. يغير عرض النبضة. يعني تلاقيه مشغل نبضة والنبضة عمالة تعرض كل شوية تعرض تبقى عريضة 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 عريضة. فيبقى الايكويفالنت للكلام ده واخد شكل الساين ويف ويبقى اللاين يتحسن. لكن ما زال هناك هارمونيك في الدايره. يبقى لنا من التيبل ده اللي بيعمل مقارنه بين السنجل فيز هاف بريدج والسنجل فيز فول بريدج والثري فيز بريدج ان الهارمونيك هنا 48% بتوصل في الثري فيز ل 31%. طبعا في تكنيكس جديده من بالس ويتس ميديوليشن وفي ال سي فلتر علشان تقدر توصل لدرجه كبيره او سموثنج وساين ويف بيو. فعليا بقى ايه اللي بيحصل؟ انا عايز بقى اركب الدايره على الموتور. انا كده اتكلمت عن الموتور واتكلمت على الدايره. اما نركب الدايره على الموتور يا اما بتستخدم فولت سورس انفرتر يا كارنت سورس انفرتر. فولت سورس انفرتر عباره عن كنترول ريكتيفاير وانفرتر وبينهم مكثف بيبقى شكل الجهد بالشكل ده وشكل التيار بالشكل ده. طب الكارنت سورس انفرتر بيبقى نفس الدايره بس بدل المكثف كويل وبيتحكم في شكل التيار اللي خارج عن طريق مكثفات حاططها بين دايره الانفرتر فبيطلع شكل الجهد بالشكل ده وشكل التيار بالشكل ده. طبعا بيبقى فيه تحسينات كتير. انا عامل الشكل البيزك اللي هو من غير بالس ويتس ميديوليشن. السايكلو كونفرتر بقى قصته كبيره بيبقى عباره عن دويل كونفرتر على كل فازه حطت عليها 2 دويل 3 فيز كونفرتر. الموضوع بيبقى بالغ التعقيد بس بيبقى احسنهم في التيار. وما ان السايكلو كونفرتر دي حاجه مكلفه قوي قوي فهي ما بتستخدمش غير في الحاجات الصناعات الثقيله زي الاسمنت والحديد والصلب وفي مزارع الرياح. يعني اللي يروح منكم الزعفرانه هيلاقي ان الكنترول دي بتاعه دبل فيد اندكشن جنريتور بيبقى سايكلو كونفرتر لان هو بيقدر يديك حاجه سموث خالص ما فيش فيها اي ريبل ولا اي هارمونيك. ما زال موجود برضه بس بشكل بسيط.
عايزين ناخد مسألة توضح الفكرة الأمور. تمام كده يا شباب معايا؟ يا شباب معايا ولا نمت؟ دكتور بس التسجيل واقف. معاك يا دكتور، معاك يا دكتور. تسجيل واقف؟ اه تقريبا واقف. شغال اهو. لا ما هو مكتوب اهو عندنا. شغال. ماشي. نشوف الاكزامبل. الاكزامبل ده اللي بيقول لك ايه؟ 3 فيز 400 فولت 50 هرتز 4 بول 1470 ار بي ام ستار كونكتد اندكشن موتور هاز ا فولوينج بارامتر. مديك الارات والاكسات والاكس ام. قال لك فيري هاي يعني تهمله. ذا سبيد اوف ذا موتور از كنترولد يوزنج 3 فيز فريكوانسي كونفرتر. يعني انت استخدم 3 فيز فريكوانسي كونفرتر، ما حددلكش نوعه. المهم بيقول لك ذا ديلي انجل اوف ذا فريكوانسي كونفرتر ار سيت تو جيف ا بيريونت فريكوانسي او 6.1 و2.2. يعني الفايرنج انجل بتاعتك بتاع الفريكوانسي كونفرتر اتظبطت بحيث يطلع الفريكوانسي بيريونت اللي هي الكي يعني بتساوي 6.10. يعني لو ضربنا 6.10 في 50 هرتز يعني ظبطوا عند 30 هرتز. و1.2 لو ضربنا 1.2 في 50 هرتز يطلع 60 هرتز. يعني هو شغل الدايره مره عند 50 هرتز ومره عند 60 هرتز. وفي كل مره ده كان اكروز ذا موتور وايندنج ات فول لود تورك، ان الموتور كان شغال على الفول لود تورك. بيقول لك احسب لي الموتور انبوت فولتج واحسب لي الفريكوانسي واحسب لي الموتور سبيد ان ايتش كيس. يعني عايز في كل حاله تحسب له الفولتج هيبقى كام والتردد كام وسرعه الموتور كام. اول حاله هي حاله الفول لود عند تردد ال 50 هرتز. التورك هنسميه تي 1، تي 1 هنسميها تي، والان 1 1470. الحاله دي الاس بتساوي 1500 ناقص 1470 على 1500 هتطلع 2%. وفي الحاله دي الكي 1 بتساوي 1 لانك انت شغال عند ريتد ايه فريكوانسي. طب الحاله الثانيه انت شغال عند كي 2 ب6.10، والحاجه الوحيده اللي انا قلتها لك انك شغال عند الفول لود تورك ما زلت، فتي 2 هي التي. بما ان الكي دي اقل من الواحد يبقى مليون في المية انت شغال على في اف كونستنت. يبقى انت زي ما هتقلل الجهد زي ما تقلل التردد هتقلل الجهد. فمليون في المية في 2 هتبقى كي 2 في في اس، فالجهد هيقل بنفس النسبة والتردد هيقل بنفس النسبة. ده من غير ما انا اقول لك، انت لازم تبقى عارفها منطقية. طيب لما كي 3 سوت 1.2 معلومة المتاحة لك ان التورك زي ما هو تورك الفلو. طب ادام الكي اكبر من واحد يبقى انت كده الفولتج هيثبت والتردد هو اللي هيتغير، فالفولت هيظل 400 فولت لكن التردد هيبقى كي في اف اس فهيزيد التردد. واضحه القصه دي يا شباب؟ ان انت لو شغال بلو ريتد سبيد يبقى طبيعي الجهد هيقل مع التردد. طب اعلى من الريتد سبيد لا، يبقى الجهد هيثبت والتردد هو اللي ايه هيتغير. تمام يا شباب؟ تمام. طيب بعد كده بيقول لك ايه، احنا بقى لو عايزين نجيب التورك طبيعي جدا مع تغير الالفا او تغير الكي الفولت والتردد هيبقى نفس القانون اللي هو 3 في على ار اس، 3 في اس على 3 في سكوير على ار، سوري 3 في سكوير في ار على اس على اوميجا اس في ار 1 ار اس زائد ار ار على اس الكل تربيع زائد اكس 1 زائد اكس اس زائد اكس ار كل تربيع. ده القانون العادي. بدات انا ادخل فيه الكي مره في الاوميجا اس ومره في الفي ومره جنب الاكس، فدي المفروض التي 1 ودي التي 2. وبدات اقسم تي على تي 2، هجيب ريشيو ما بين كيس 1 لما كانت الكي عند ريتد يعني بواحد، وكيس 2 لما كانت الكي ب 6.10. وانا ضامن عند الكي 6.10 ان الجهد ماله بيحصل له تغير. فلما نيجي نصفي الكلام ده هيطلع كي 1 على كي 2 في اس 2 على اس 1 في الهيصه اللي انتم شايفينها دي. انا عارف ان كي 1 بواحد وعارف ان كي 2 ب6.10 وعارف ان اس 1 ب2% واس 2 دي اللي انا عايزها والقرات عندي، وتي 1 على تي 2 بواحد لان التورك ثابت. فهيبقى الشكل بتاعنا بالشكل اللي قدامنا ده، وهتبقى كلها معادله في اس 2. المعادله دي لما اصفيها هتبقى معادله من الدرجه الثانيه، هحلها هتطلع مره ب 34 من 1000 ومره ب 3 وشويه. طبعا ده موتور
معنى ان الاس تبقى بثلاثة يبقى انت كده دخلت في البريكنج وده مش طبيعي، فبالتالي انت هترفض لما الاس تبقى اكبر من الواحد وهتشتغل عند اس اقل من الواحد، يبقى بالتالي الان 2 هتساوي 1 ناقص اس 2. خلي بالك ان الان اس هنا هتضرب فيك 2 لان الان اس بتتاثر بتغير التردد، فبالتالي هتبقى ان 2 بتساوي 870، وده يؤكد منطقيه الكلام لان المفروض بما ان الكي بقت بستة من عشرة يبقى انت بتتكلم تحت ريتد سبيد، فبالتالي انت بتتكلم في 870 ار بي ام. في مشكله لحد دلوقتي يا شباب؟ لا يا دكتور تمام. طيب الحاله الثانيه بقى ان التردد هيبقى 1.2، فبالتالي الجهد هيبقى ثابت، فهبدا اعمل قوانين ريشيو جديده متاثره بالتردد فقط وليس الجهد، فظهرت جنب الاوميجا اس كي وظهرت جنب الاكس كي لكن ما ظهرتش جنب الفي حاجه، لان الفي هنا في الحاله دي ملها ثابته، فيبقى تي 1 على تي 3 هتطلع بتساوي كي 3 على كي 1 اس 3 على اس 1 في الهيصه دي والهيصه دي. طب كي 3 هنا بكام؟ 1.2 وكي 1 ب1 واس 3 دي اللي انا بدور عليها واس 1 دي اللي هي ب2 من 100 هيبقى بالشكل اللي قدامنا ده، هتطلع معادله من الدرجه الثانيه في اس 3. احل اس 3 هتطلع مره ب2 من 100 او 24 من 100 من 1000 سوري، و 1.118 هفض القيمه اللي اكبر من الواحد، هيطلع ان 3 بتساوي 1 ناقص اس 3 في كي 3 ان اس، لان هنا ان اس هتتاثر بالتردد، هيطلع الان 2 ب 1756، وده كلام منطقي لان الريتد سبيد عندي ب 1500 او 1470 زي ما انا اعتبرها، فبالتالي طلعت اكبر منها. يبقى كده احنا قدرنا من خلال التحكم في قيمه في على اف مره وقيمه اف مره ثانيه نقدر نحصل على سبيد اعلى من الريتد وسبيد اقل من الريتد. في مشكله في طريقه الفي على اف كونستانت او طريقه السبلاي فريكوانسي كنترول يا شباب؟ تمام يا دكتور تمام. طيب الطريقه اللي بعد كده احنا خلصنا كده الستيت اوف فولتج كنترول والسبلاي فولتج كنترول، الطريقه اللي بعد كده اسمها روتور ريزيستنس كنترول، والطريقه اللي بعدها روتور انجكتد فولتج او ما يسمى سليب انرجي ريكفري. عموما روتور ريزيستنس كنترول برضو هي تعتبر سليب انرجي ميثود، لان برضو انت كل الفكره انك انت بتلعب في دايره الروتور، ودايره الروتور الباور بتاعتها اسمها سليب باور، عشان لو تفتكروا المفروض الايه البي كبر روتور بتساوي اس بي جي، فبالتالي البي كبر روتور او البي كبر او البي اللي هتضيع في الروتور اسمها اس بي جي او سليب باور، علشان كده انت اول ما بتروح ناحيه الروتور او ناحيه الريزيستنس بتاع الروتور فانت بتتعامل مع سليب باور. هنتكلم على الروتور ريزيستنس كنترول. طبعا الروتور ريزيستنس كنترول دي كانت احدى طرق الستارتنج كمان، فبالتالي انا ما بلعب في دايره الروتور ريزيستنس فانا بعمل سبيد كنترول وبعمل ستارتنج. لو تفتكروا دي نفس السلايد بتاع الستارتنج اللي احنا شرحناها قبل كده، بس كنوع من التذكير ان ايه ان الروتور ريزيستنس كنترول هي احدى طرق الستارت. يبقى انا لما بعمل روتور ريزيستنس كنترول انا بعمل حاجتين، يا اما بعمل سبيد كنترول يا اما بعمل ستارت. طيب نعملها ازاي بقى؟ قال لك والله انت لو زودت لو التورك سبيد كاركترستيك بالشكل اللي قدامنا ده لو الار اكسترنال بزيرو، لكن سعادتك لو زودت على الار روتور ار اكسترنال بتبان في الاس ماكسيمم بالشكل اللي قدامنا ده، وبتبان طبعا المفروض الكي دي تتشال مش موجوده هنا المفروض، وبتبان في التورك بين هنا وبين هنا، وبتبان كمان في تيار الستارتنج ان الار 2 المفروض كان هنا ار روتور على اس، انا خليتها ار روتور زائد ار اكسترنال، فبالتالي وجودها بيقلل تيار الستارتنج. طب تاثيرها ازاي يبان على الكيرف؟ كل ما الار بتزيد كل ما الكيرف بيقرب ناحيه الايه التي اكسس، فنلاحظ ان الماكسيمم تورك ثابته لكن التورك نفسه بيزيد وفي تنوع دلوقتي، ده لو ده اللود نقطه التقاطع دي هي نقطه التشغيل، فانت بتعمل نوع من انواع السبيد كنترول. يبقى اذا الاتجاه زياده الار اكسترنال يؤدي ان الكيرف يتشفت ويروح ناحيه الايه ناحيه التورك التي اكسس. هحقق الموضوع ده ازاي؟ ازاي هلعب في قيمه الار اكسترنال؟ في طريقتين، يعني استخدم فاريبل اكسترنال ريزيستور بانك، ودي الطريقه القديمه الكونفنشنال،
او نستخدم دايره اسمها روتر تشوبر كنترول اكسترنال ريزيستنس. يعني هجيب ريزيستنس واحط عليها دايره تشوبر بحيث اقفل وافتح منها. ازاي؟ هنشوف. التشوبر كنترول اكسترنال ريزيستور دي عباره عن ايه؟ انك بتيجي على دايره الروتر وتقوم عامل لي دايره بريدج وتعمل ريكتيفيكيشن لدي سي، وبعدين تحط سموثنج كويل، وبعدين تحط ترانزستور او سيرستور يبقى عامل زي تشوبر ماشي، وتحط معاه بارل ريزيستنس. والله التشوبر ده هو او الترانزستور ده لو انت قفلته بقى اون، بقى عامل شورت والمقاومه دي ولا كانها موجوده، ويبقى ده الوضع الطبيعي للاندكشن موتور. لكن لو انت سعادتك عملت لها اوف، الاخ ده هيدخل. طب لو قعدت تعمل لها اون واوف، طب هو اون واوف كان بيؤدي لايه؟ كان يؤدي ان الفولت اللي على المقاومه دي هيساوي 1 ناقص دي من الفي سبلاي. يعني ايه؟ يعني المفروض المقاومه دي عباره عن ريشيو ما بين الفي وما بين التيار. فبتلاحظ ان في الاخر لها اثبات ظريف كده صغير بس مش موضوعنا. بتلاحظ ان الار اكستيلنر هي عباره عن 1 ناقص دي في الار داش، والدي هي الديوتي سايكل اللي هي تي اون على تي. يعني كما لو كان السيرستور ده هو والمقاومه دي كما لو كان مقاومه متغيره. كل ما ساعدتك تلعب في الفايرنج انجل او في الديوتي سايكل، كل ما قيمه الافكتيف ريزيستنس اللي هيشوفها الموتور هتتغير بمقدار الايه؟ 1 ناقص دي في الار. ماشي يا شباب؟ ناخد مثال كده يوضح الفكره دي. مثال بيقول لك عندي 57 كيلو وات 4 بول و 440 فولت 50 هرتز ستار كونكتد 3 فيز اندكشن موتور. هذا فولوينج بارامتر بير فيز ريفيرد تو ستيت اوف سايكل ار 1 وار 2 واكس، ومديني كل حاجه، ومديني التيرنز ريشيو ما بين الستيت والروتور، او مسميه برايمري او سكندري، بس هو ايه التيرنز ريشيو بينه. اف ذا روتور اف ذا ستار كونكتد، يعني الروتور عندك ستار، يعني الموتور واوند روتور. بيقول لك اوجد الاكسترنال ريزيستنس انسيرتد ان سيريس ويز the rotor winding per phase such that the motor developed the output shaft torque 150 نيوتن عند سبيد 1250. بمعنى ان الموتور ده كان شغال عند سبيد معينه بتورك معين. هو بيقول لك انت حطيت ار اكسترنال لحد ما وصلت ان التورك بقى 150 عند سبيد 1250، يبقى انت هتاخد القيمه دي والقيمه دي ويبقى المجهول ار اكسترنال. ازاي؟ والله عند 1250 هجيب ال ان اس الاول، هتطلع 1500، وبالتالي هجيب الاس واكتب قانون التورك ده العادي، اشيل ار 2 دي واحط مكانها ار اكس، حيث ار اكس دي عباره عن ار 2 زائد ار اكس. حلو الكلام؟ وابدا اقول ان التورك ده هيبقى 250، هيبقى 150 لما الاس تبقى بالرقم ده، ويبقى المجهول في المعادله هو الار اكس. هتبقى معادله من الدرجه الثانيه، هجيب ار اكسترنال هتطلع قيمه 1.26 وقيمه 74. ار اكسترنال دي او ار اكس عباره عن ار 2 زائد ار اكسترنال. اذا كان ار 2 اصلا ب 8 من 100 او 83 من 1000، يبقى ال 74 من 1000 دي مرفوضه، استحاله يعني، ده المفروض لسه هتجمع عليها الار اكسترنال. فيبقى 1.26 دي هي الصح، يبقى بالتالي الار اكس 1.26. هتجيب الار اكسترنال تطرحها من الار 2، يطلع لك الار اكسترنال اللي انت عايزها. طب انت عايز تعمل الكلام ده ريفير، طبعا هو ريفير للستيت، فعايز ترجعها لاصلها ريفيرد للروتور، هتقسم على الاي افكتيف سكوير تطلع القيمه الفعليه للار اللي انت هتستخدمها. واضحه كده المساله دي يا شباب؟ واضحه يا دكتور، سهل. طيب المساله بقى الثانيه، بدات افكر بقى في ان احنا ندخل الباور الكترونيك. نعم، لو سمعت السلايد واقف عند المساله اللي فاتت، بس اللي هي اكزامبل 2 دي، يعني مفيش شير السكرين، الشاشه مش واضحه قدامكم ولا ايه؟ يعني بس ثابته في عند اكزامبل 2، يعني بس الماوس ما نزلش لتحت بقيه المساله. عند كل عندكم كله كده يا شباب ولا ايه؟ يا شباب المساله واقفه كده ما بتتحركش. ايوه دكتور، الشاشه واقفه برضه يا دكتور. عندي ايوه دكتور واقف. طب هرجع اعمل شير سكرين تاني، هعمل الستوب والشيرنج وارجعه تاني، ممكن يبقى مشكله في النت.
ظهر كده يا شباب قدامكم اكزامبل 3. لا لسه يا دكتور اكزامبل 2. يا شباب لسه اكزامبل 2 برضه. كلكم يا شباب نفس المشكلة؟ ايوه يا دكتور نفس المشكلة يا دكتور. وانا نفس المشكلة برضه يا دكتور. ايوه يا دكتور. طب انا دلوقتي عملت ستوب للشيرنج وبعدين رجعت عملت شيرنج تاني. الستوب ما اتعملش اصلا يا دكتور. المسألة ما اتشالتش. طيب. اتشالت كده يا شباب؟ اه كده تمام. طيب ارجع تاني اعمل الشيرنج. ايه الاخبار؟ تمام كده. جات كده اكزامبل 3. تمام. طيب مثال 3 بقى فكرته ايه يا شباب؟ المثال ده مهم جدا جدا جدا. بقول لك ايه؟ بقول لك ان انت عندك ماشين اندكشن 6 بول 460 فولت 60 هرتز. الماشين دي التيرنز ريشيو ما بين الروتر والستيتور 9 من 10، والسبيد بتاع الموتور دي كنترولد باي شوبر كنترولد اكسترنال ريزيستور. الشوبر كنترولد اكسترنال ريزيستور ده عباره عن بريدج ريكتيفاير، وبعد كده المفروض هو بيحط للشوبر ماشي. فانا لما جيت رسمتها حطيت لك البريدج وحطيت لك المكافئ للايه للشوبر، يعني بدل ما احط لك مقاومه اسمها ار ومعاها ترانزستور، لا حطيت لك مقاومه متغيره قيمتها ار في 1 ناقص دي، ودي هي الديوتي سايكل عشان احنا فاهمين القصه ماشي. يعني الرسمه دي انا اللي راسمها، دي مش هتبقى جايه لك، المساله هتبقى بوضعها اللي فوق. بقول لك اللود اللي راكب على الموتور ده فان لود، السرعه التورك بيتناسب مع مربع السرعه، التورك 750 نيوتن متر والسرعه 1175. حلو الكلام. بقول لك اول حاجه نفكر فيها، لو الار دي قيمتها الفعليه انا عايزها تبقى بزيرو، يعني الار اكسترنال دي انا عايزها تبقى بزيرو مثلا، يبقى لازم احط الديوتي سايكل دي بكام؟ بواحد. يبقى الكيرف الاصلي بتاع الموتور عن اول كيرف عند دي بتساوي واحد، اللي هو الكيرف اللي بيعتمد على ار 2 فقط. طيب سعادتك هتبدا الديوتي سايكل تقللها، يعني تبقى 9 من 10 8 من 10 6 من 10 لحد ما توصل لزيرو. اول ما توصل بزيرو يبقى الار كامله هتدخل على الار 2، وبالتالي الكيرف يوصل بالحاله اللي قدامنا ده، يعني دي دي عند واحد، بعد كده دي دي 2 بقت 9 من 10 8 من 10 6 من 10 وصلت لزيرو. وبالتالي لما الديوتي سايكل تبقى بزيرو السبيد هتبقى هنا، واضح ان ان واحد دي هي اقل سبيد ممكنه. فبالتالي ما جانا في راس المساله واقول لك ان المينيمم سبيد عند 800 ار بي ام يبقى الديوتي سايكل بكام في الحاله دي؟ يا شباب يبقى بيساوي زيرو. تساوي زيرو. يبقى انا كده بديك طريقه تخلي الديوتي سايكل بزيرو فيبان لك في المعادله ار بس، فتلاقيني اكيد في المطلوب ده بطلب منك قيمه الريزيستنس. عشان كده في المطلوب الاولاني يقول لك ايه؟ if the motor has to operate with minimum speed of 800 rpm determine the external resistance. عايز قيمه الار كلها. بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك طب لو السبيد 1050 يعني زود السبيد شويه، يبقى انت شغال بقى على دي 3 دي 2 دي 1 ما نعرفش، اوجد قيمه الديوتي سايكل. وبعد كده عشان اسهل عليك انا المساله قلت لك نيجليكت الموتور بارامتر كان مفيش اراد خالص. طب انا نيجليكت الموتور بارامتر ده هتفرق معايا في ايه يا شباب؟
لما اجي ابص للدائره دي قبل اي حاجه ده ستيتو في اس روتو اي ار ماشي. بعد كده الروتو اي ار بقى انبوت لبريدج بس 3 فيز دايود طلع لي الفي دايود الناحيه الثانيه الفي دايود بقت هي الفي دي سي بقت هي والاي دي داخلين فين في المقاومه دي. يبقى تقدر تقول ان الفي دي دي هي عباره عن الاي دي مضروبه في قيمه الريزيستنس دي يعني الفي دي هتساوي الاي دي مضروبه في الار في 1 ناقص دي مفيش فيها مشكله لانه دي سي. الفي دي دي اللي هي الاوت بوت بتاع البريدج دي هتبقى من قانون بقى 3 فيز دايود اللي هي 3 جذر 3 باي في في ام. طب في ام مش عندي انا عندي الاي ار فهتبقى الاي ار واضربها في جذر 2 عشان تبقى الماكسيمم فاليو. طب الاي ار دي مش انا ممكن اجيبها بالتيرنز ريشيو من الفي اس ما الاي ار هي الفي اس مضروبه في التيرنز ريشيو بس خلي بالك ان الاي اس دايما او الاي ار دي بتبقى مضروبه في اس لان المتاثره بالسليب يعني التيرنز ريشيو دي ما بتبقاش كامله لان بيبقى فيه سرعه دوران فالمفروض الاي ار هي اس في اس في التيرنز ريشيو. في مشكله في الثلاث علاقات اللي قدامكم دول يا شباب؟ اسمعني دكتور تاني كده لو سمحت الترتيب بتاعهم يعني الفولت الاولاني الفولت الاولاني ده الفولت اللي على اللود ده ريزيستيف لود وداخل له دي سي كارنت اي دي والجهد عليه في دي فالفي دي هي عبارة عن الاي دي مضروبة في المقاومة والمقاومة دي متغيرة قيمتها ار في واحد ناقص دي المعادلة الاولانية دي ما فيش فيها مشكلة. المعادلة الثانية معادلة الثري فيز دايود الفي اوتبوت بتاع الثري فيز دايود عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 جذر 3 على باي في ام. في ام ده اللي هو الدخل الفي ام هنا هو الاي ار والاي ار هنا ار ام اس فاليو فضربته في جذر 2 عشان يبقى ماكسيمم. طب هي الاي ار دي دي المفروض الجهد اللي على دايره الروتو هيساوي الجهد اللي على الستيتو مضروب في الاس مضروب في نسبه التحويل. ماشي تمام يا دكتور ماشي تمام. معادله الاي جايه من الاندكشن معادله الفي دي جايه من الباور الكترونيك سيركت اللي هي 3 فيز دايود معادله الفي دي في وتساوي الاي دي جايه من الريزيستيف لود اللي محطوط. المفروض هاخد بقى المعادلات دي والعب فيها بحيث اطلع علاقه تربط الدنيا دي ببعضها. اول حاجه هنفكر فيها الفي دي بتساوي اي دي في ار دي في 1 ناقص دي يبقى الاي دي هو في دي على ار 1 ناقص دي ودي هنسميها المعادله رقم 1. ماشي يا شباب. المعادله رقم 2 احنا هنفترض ان البي روتيشنال بزيرو ما انت هملت كل حاجه الموتور بارامتر فالتورك ديفولوبد هو التورك بتاع اللود فالتورك ديفولوبد بتاع سعادتك بيساوي البي جي على الاوميجا اس صح ده القانون احنا عارفينه من الاندكشن والبي جي عباره عن البي كبر روتور على الاس مش البي كبر روتور هي اس بي جي فيبقى بي كبر روتور على اس في اوميجا اس. طب البي كبر روتور هي البي كبر اللي هي السليب باور بقى الباور اللي في الروتور هتضيع فين اصلا انت اهملت كل حاجه اكيد البي كبر بتاع الروتور هتضيع في المقاومه دي ما فيش حاجه الا المقاومه دي. طب الباور اللي في المقاومه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفي دي في الاي دي. حد معترض على الحته دي يا شباب؟ شباب ايوه معاك يا دكتور ماشي طيب يبقى اذا التي ال هتساوي ال في دي اي دي اس اوميجا اس. هحاول اجيب الاي دي لوحده برضه لان انا عايز اشيل الاي دي من المعادلات اصلا فيبقى اي دي هيساوي اس اوميجا اس تي ال على في دي يبقى دي المعادله رقم 2. من 1 و2 نقدر نساويهم ببعض لان الاثنين بيساوي الاي دي فيبقى اس اوميجا اس تي ال في دي هيساوي ال في دي على ار في 1 ناقص دي. هنضرب وسطين في طرفين هيطلع ال في دي سكوير بيساوي ار في 1 ناقص دي في اس اوميجا اس تي ال وهسمي دي المعادله رقم 3. في مشكله؟ لا يا دكتور. طيب الفي دي دي كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي 3 جذر 3 على باي جذر 2 في اي ار والاي ار كانت بتساوي اس في اس اي افكتيف فبالتالي الفي دي تساوي الهيصه دي. يبقى الفي دي بجيبها من القانونين اللي فوق اللي انا قلتهم في الاول
اللي هو قانون الثري فيز دايود اللي هو 3 جذر 3 باي في جذر 2 اي ار، وبعد كده شلت الاي ار وحطيتها بدلاله الفي اس اللي هي اس في اس اي افكت. فيها مشكله دي؟ يا شباب معاك يا دكتور معاك. هنشاخد بقى الفين دي ونعوض بيها في المعادله رقم 3. هصفي 3 جذر 3 على باي في جذر 2 هتطلع 2.339 في اس في اس اي الكل تربيع هيساوي الهيصه دي. هطلع من الكلام ده هطلع ار في 1 ناقص دي في طرف وباقي المعادلات في طرف، هلاقي المعادله اللي باقيه ايه بقى؟ اس دي سبيد هو مدهاني، في اس مديها لي في راس المساله، ايه افكتيف مديها لي في راس المساله، اوميجا اس مديها لي في راس المساله، تورك اللود هو مديني اصلا معادله للتورك. او يبقى انت عن طريق معرفتك للدي والار تقدر تحسب كل حاجه. اول كيس اديها لك هو قال لك ايه، حتى انا جيت صفيت المعادله كارقام بقى، ان انا قلت الفي اس بتساوي كذا والاي افكتيف بتساوي كذا والاوميجا اس بتساوي كذا، ورحت جاي في الاخر طلعت ان ار في 1 ناقص دي بتساوي 4333 في اس على تي ان. يبقى بمعرفتك بالار والديوتي سايكل والاس والتي ان، يعني عايز تقول ايه؟ يعني انا عايز اقول ان لو احنا مثبتين الار بقيمه وبنلعب في الديوتي سايكل عند تورك معين تجيب السبيد اللي انت عايزها، عند سبيد معينه تجيب التورك اللي انت عايزه، يبقى الديوتي سايكل هي اللي بتؤثر في نقطه التقاطع او نقطه التشغيل. طيب اول كيس عندك ايه؟ قال لك عند 800 عند ان ب 800 انت شغال عند المينيمم سبيد، صح؟ احنا قلنا المينيمم سبيد دي يعني دي بتساوي ايه؟ زيرو. فالمعادله اللي فوق دي هتبقى ار بدل 1 ناقص 0 تساوي الكلام. محتاج تبقى عارف الاس والتي ال عشان تجيب الار. انت شغال عند 800، هو قال لك ان الموتور ده بيشتغل عند 1750 ويديك ترك مقداره 750. طب لما يشتغل عند 800 يديك ترك قد ايه؟ يبقى هنضرب 750 في 800 على 1175 كل تربيع، لانه قال ان الترك بيتناسب مع السرعه التربيه، اطلع الترك في الحاله دي. وعند السرعه 800 هيبقى ان اس ناقص ان على ان اس اطلع الاس. يبقى معرفه التي ال والاس والديتو سايكل بصفر اقدر اطلع الار بتاعت اللي هي ب 2.4. واضحه يا شباب؟ يا شباب واضح يا دكتور. طيب الحاله الثانيه بقى بيقول لي ايه؟ طب انا عايز قيمه الديوتي سايكل لما تبقى 1050. طبعا انا رحت للمعادله اللي كانت ار في 1 ناقص دي حطيت مكان الار 2.4. ده بيقول لي ايه؟ طب لما الان تبقى ب 1050، حلو الكلام، لما الان تبقى ب 1050 يا ترى قيمه السبيد قيمه الديوتي سايكل تبقى بكام؟ طيب احنا عايزين نعرف التي والاس. التي نجيبها ازاي؟ بنفس المعادله 750 في السرعه اللي هو عايزها 1050 على 1175 كل تربيع اطلع التورك بتاع اللود، والاس هتبقى 1050 عندي يبقى 1200 ناقص 1050 على 1200 تطلع الاس، اعوض بالمعادله تطلع الديوتي سايكل ب 78%. يبقى انا قدرت بالدايره دي عند تغيير قيمه الديوتي سايكل اتحكم في نقطه تشغيل الموتور. حد له سؤال يا شباب؟ لا يا دكتور شكرا يا دكتور. لا مش كده، احنا خلصنا الـ الطريقه دي. احنا هيبقى فاضل لنا طريقه واحده بس في الاندكشن اللي هي سليب انرجي ريكفري، دي هتبقى المحاضره اللي جايه وباذن الله تبقى يوم الاثنين الساعه 2، ويبقى عندنا محاضره يوم الخميس الساعه 2 ننهي بيها الكورس بتاعنا. بس انا رجاءا انا نفسي نطلب يعني دايره كمان، فانتوا ايه رايكم نحسن بيها الدرجات كمان يعني تبقى اوفر، ولا اقول لكم نطلبها للي درجاته وحشه يحسن؟ كده كده الامتحانات اتاجلت يا دكتور نطلبها. انا بتكلم عشان الناس ما تبقاش زعلانه يعني. دكتور ما تخلي مكانك بالذات يعني هقول لك حاجه. احنا دلوقتي اتعلمنا نشتغل على الماتلاب صح؟ والسيمولينج
وجبنا موتور دي سي وحطينا دايره قبال. طب ايه لا ريكون نجيب موتور اندكشن ونحط مثلا اي سي فولتج كنترولر بلاش انفرتر. بيتهيالي الاي سي فولتج كنترولر عباره عن باك تو باك سايرستو، وانتوا اتعلمتوا تركبوا السايرستو في الدايره اللي فاتت ولا ايه؟ هتبقى دايره سهله ولا ايه رايكم؟ كله سكت. طيب هقول لكم حاجه ظريفه، انا هنزل البنت التاني ده اللي شايف درجاته وحشه وعايز يحسنها ماشي؟ يعني هو هيبقى عليه مثلا احنا المفروض القسمه اللي احنا قسمناها هتدي درجات للناس. طيب هو هيبقى مثلا سي عليه 10 درجات بحيث يبقى اوفر للي شايف نفسه عايز يحسن درجته، يعني اللي مثلا مش جايب 40 من 40 وعايز يحسنها او 40 من 5 او 45 من 5. لان الطريقه اللي انا حسبتها دي هتؤدي ان الشخص اللي جايب 29 هيجيب 45 من 45. فبالتالي انا لو هنزل حاجه زياده الحاجه الزياده دي هترفع ناس، الناس بقى اللي الناس اللي شايفه درجتها وحش. طيب كده بيتهيالي يبقى حل ما وسط ولا ايه رايكم؟ يعني يبقى لكل الناس يا دكتور ولا لا عايز يحسن درجه؟ يعني مثلا الاخ اللي جايب 29 افترض ان هو هيجيب في باقي الحاجات درجته كامله، فبالتالي ده هيجيب 45 من 45، ده مش مطلوب منه يعمله. لكن واحد مثلا جايب 6 في امتحان الميد تيرم وجايب 4 جايب 10 بعد اللي انا عملته ده كله هيجيب 32 او 30 من 45. الدايره دي ممكن ترفعه تخليه مثلا بدل ما هو جايب 30 يجيب 37 مثلا، هيجيب 35. وصلت لها ولا لسه الفكره مش واصله؟ ماشي يا دكتور ماشي كتر الف خير يا دكتور. برضو انا برضه هنزل اساينمنت الجديده دي للطلبه اللي عايزه تحسن درجاتها، بس طبعا بحد اقصى 45. يعني افترض واحد جايب مثلا 42 عمل الدايره فبقى جايب 47، مش هديله انا 47 هديله 45. ماشي يا شباب؟ دي مش هتزعل حد بقى، دي اللي عايز يحسن، لان في ناس كلموني كتير كانوا عايزين يمتحنوا تاني قلت لهم مش هينفع. تمام يا دكتور. في حتى ناس وفي ناس منكم كلموني قالوا لي عايزين نعمل دايره عملي وتزود لنا الدرجه، قلت لهم مفيش مشكله اعملوا حاجه عملي وانا ازود لكم الدرجه. يعني في ناس منكم هم اللي اتصلوا عليا واقترحوا الاقتراح ده، قالوا لي احنا درجتنا وحشه وانت مش عايز تمتحننا، احنا نعمل الدايره اللي انت طلبتها دي سيمولينك نعملها لك عملي وتدينا درجه زياده. قلت له ماشي انا موافق اعملها عملي. فهنخلي دي بقى يبقى ده اسلوب للتحسين زياده كمان. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. ماشي نشوفكم على خير باذن الله يوم الاثنين ربنا ييسر. الساعه 2 ربنا ييسر الحال.